ممكن تعديلي شوية خانم؟ كاتيا خانم، أنا آسفة. هذا مع مين عم يحكي من الصبح؟ حطيتي راسك براس هالزلمة؟ أنت شو دخلك؟ يحكي مع مين ما بده؟ يو صباح الخير. صباح النور. البيت كتير هادي، شو لسه ما حدا فاق؟ عدنان بيك لسه ما فاق. نهال خانم ومهند بيك طلعوا يعملوا رياضة، وأنا عم جهز الفطور. منيح. انت عن جد شكيت فيني؟ سمى، الرجاء لا تحكي بالموضوع. جاوبني لك اذا بتريدي، قلت لك لا تفتحي هالموضوع. فكرت لحالك وقلت يا ترى ممكن يكون كلامه صحيح؟ سمر، بدي اعرف اذا انت فكرت بهذا الشيء. لا تجني، معقول افكر هيك؟ بس امبارح انت كنت متضايق كتير. قلت لك كنت تعبان. حابة اني صدقك، لأني بصراحة الشيء اللي أنت ساويته مبارح كتير ضايقني. سمر، أنا عم اعتبر تفكيرك بهي الطريقة هو احتقار إلي. وأنا كمان عم حس نفس الشيء. أنا وقت قلت احتقار بقصد تفكير هداك اللي وسخ حلمي ونال بهالطريقة. ما في أي شيء موجه إليك. بس الظاهر قدري خليك تتوتر. أنا ماني متوتر، بس أنا شايفتك غير هيك. سمر، أرجوكي انهي الموضوع بقى. ريحة البرك كتير حلوة. هلأ طالعناها من الفرن. في شي أخبار عن بشير؟ عم نحكي مع جميلة، عم تقول إنه منيح، بس قال ما عم يقدر ينام، عم يكوبس كتير. إن شاء الله رح يطيب مع الزمن. مراد لسه ما فاق، رح روح شوفه وما بتأخر. أنا ما رح دافع عن حالي مشان هيك موضوع تافه. لا تجني، أنا ما طلبت منك تدافع عن حالك. وحضرتك كيف راح تسكته لهداك الواطي؟ راح تتصل فيه تسأله ليش عمل هيك؟ برأيي اتصل فيه بلكي بتلاقي شي دليل. سمر بكفي، لا تخليني عصب أكتر من هيك. يا ريت فيني أعرف مين معصب على مين. اللي عمله وين وصلنا؟ شو عم نحكي؟ وبشو عم نتناقش؟ صباح الخير. أنا كنت طالعة لفوق مشان فيقه لمراد. عدنان بيك الفطور جاهز. ما بدي. صباح الخير. عدنان بيك صباح الخير. صباح النور. كنت مستعجل مشان هيك ما شفتك. مو مشكلة. بخاطرك. مع السلامة. بخاطرك اجي عدنان بيك. صباح الخير يا بيك. صباح النور. بابا صباح الخير. صباح النور. طالع بكير اليوم؟ ايه، في عندي اجتماع بالشركة. كنا عم نلعب رياضة. كثير منيح، يلا خاطركم. مع السلامة، دير بالك على حالك. تشرب عصير بردان؟ ايه